أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل في قصة عقد النبي صلى الله عليه وسلم البيعة، بيعة الرضوان، على الكفار لحربهم من أجل عثمان؟ هل إيش؟ يقول: هل في قصة عقد النبي صلى الله عليه وسلم البيعة، بيعة الرضوان، في حربه على الكفار من أجل عثمان، مستند إلى من يقول أنه إذا طلب المشركون من بلد إسلامي ضعيف أشخاصا معينين من أهل الخير لتسليمهم للكفار أن لا يفعل، أن لا يسلموهم ولا يطيعوهم ولو حاربوهم؟ يا أخوان، هذا جهل. إذا كان بيننا وبين الكفار عهد على أننا نسلم اللي يجينا من يطلبونه ولو كان مسلما، نسلمه. الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ناس من الصحابة للكفار موجب عقد البيعة بينه وبينهم في الحديبية، سلم أبا جندل وسلم أبا بصير، فموجب العقد، موجب العقد. الرسول يفي بعهده وبعقده، فإذا كان بيننا وبينهم عهد على أننا نسلم لهم من يطلبونه، عنده مثلا عنده جرائم ارتكبها ويطلبونه من أجل هذه الجرائم، فنحن نسلم لهم موجب العقد، كما أنهم هم يسلمون لنا من لجأ إليهم ممن أساء إلى المسلمين، هذا موجب عقد. نعم.